اهلا عربي، شلونك حبيبي؟ اخبارك؟ شلون متعلك؟ الله يسلمك حبيبي، شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله. الله يسلمك حبيبي، اول عمرك خليك. انا عند الاضاءه، يلا حيا الاضاءه. يلا حبيبي، اليوم اللي عرفته راح يكون معك ضيف يعاني من السمنه. كل يوم لازم سريع، لا تطالعني انا مالي شغل. هذا تمرينك، روح. 6 7 روح. شوف الحين هذا تصوير، وترى بالصج اكثر من كذي راح يصير يا جماعه. يعني تخيلوا كم جوله؟ 4 5. هذه 5 جولات. خمس جولات من هذه كل يوم، وتمرين من التمارين اللي يسويها احمد. انت راح تتعب. اوكي، تذكر الروكي. ايه لازم يوصل لمرحله الموسيقى ما تعرف. هو تدري شنو؟ لازم يطالع نفسه قبل والحين. والحين لازم حلو الواحد انه يلقى زاويه معينه يبدا فيها التغيير بحياته. ترى فكر انا ينسى في ضيج بعد. اي ما ينسى ما ينسى. انا اخو واحد برا تعبان. هو الوحيد من اللعيبه اللي اذا يلعبون وشدت العضله يقوم يضحك. خلوا اوريهم لك يا جماعه. هذا خيار 150 جرام 150 جرام. لك الرضا كارب اللي هو بصمه حلوه، والدياي. اما انت صاحبنا المسجد مسوي دايت مع خس وثلاث قطع دياي. السلام عليكم. سلام، مساكم الخير. جزاك الله بالنور. عسى ما شر صوتكم واصل لاخر النادي. مو راضي يتمرن. شفتني بالسلم قاعد تمرن بالسلم قاعد تحلطم. ايش فيهم؟ صار خونك او جو مع بعض؟ كابتن يو نو تركيت خياط، يو نو بيج ماسلز مونسترز خياط عبد الهادي. يا سلمان تركيت، يو نو ذيم، ذي ار فيري بيج. Say yes. Yes. He knows them. Okay. Yeah, no. يوسف فارسي قال انك في تحدي بينكم، ان اليوم هو يطلعك تعبان. ايه بيطيح. قدها ولا ما قدها؟ يقدر ما يقدر؟ انا ما طحت من قبل، بس خلينا نجرب. ما طحت من قبل. سمعت كلمة بحق هذه. سمعت، ما انا شغل انا، والكاميرات قاعد تصور، قاعد توثق الشيء هذا. ان شاء الله علي. يعني يا جماعة خياط يبلش يسخن سكوات، وانا لما بلش يسخن رفرفة ولا واتعب بعد. ما شاء الله تبارك الرحمن. خلينا نقول 25 ترى مو بالوزن. انا مالي شغل، اتحداك 25. شنو شعور اللاعب المعروف؟ ما عندي عيون ترى. على فكره انت الحين طحت. ليش زدت؟ تركيت باقي جوله. تركيت صراحة محارب. تركيت ترى طاح. ها؟ طاح محسوب عليها. هذه انا اسميها قعد. اي زين. لا طاح لازم ينسدح. اوكي. خمس لا تردها. لا تردها. وايد راعيناه اليوم انا والتركيت. روح حق التركيت قول اللي بخاطرك. قام ينزل اوزان، قام يزرب، قام يتشرط يا معود. لما توقف قاعد يزيد عليك التعب زياده. لا توقف، لا توقف خلاص مره واحده. شو خلنا نعطي عشان ريدي توي نعوده. لا اكستنشن هذا زياده احسن. لا اسمع مني. انا ريلك من داخل ما عجبتني. لعبنا واسع عايشنا داخل. ايش فيها رجل من داخل؟ مو عجبتني. يعني ايش موضوعها؟ يبيها شوي تدفع. تحسها والله حتى نفس الموضوع كنا. لا يبيها ما سوى عليك. قاعد يسخن للحين. صدق؟ اي قاعد يسخن. قاعد يمثل والله قد. لا لا قاعد يمثل. والله قد. يلا. واحد. تبي تزرق له؟ لا قاعد ساعده انا. اي قاعد تزرق له؟ لا اخر شيء قللت بس انت ما تبيت علي. اي. انت قلت 7 قلت 6. اه. فانت قاعد تزرق له. لا انا قاعد. لا تعاتي ترى معاك عليه اليوم. لا وبالعدد بعد يعجبك. يحسب عدل من صدق. ان شاء الله عليك. ان شاء الله لانه ريلا وايد شاد اليوم. ايه. السبب يمكن جاي ماشي النادي ما ادري. يمكن جاي ماشي. يمكن ما عشان ما نزل ما عنده بنزين. لا اليوم حلقتنا بتكون مع الكابتن رضا القبندي اللي كله يتاخر. هلا هلا كابتن. توني قاعد اذكرك بالخير. الحمد لله بخير. شلونك؟ مسوي تمرين صج؟ ترى حاضر جاهز. بنعيش الجو جاهز. كنا مستحي. لا مو مستحي بطل. هاي الامور طيبه. هذا انا يعني قاعد اشوف فيه يعني ان شاء الله البطل القادم. بدر الحين كم جاي يلعب التمرين هذا؟ راح يلعب بدر. راح يلعب 5 جولات. 5 جولات 15 عده. الحين كم وصل؟ كم وصل بدر؟ وصلت 100. نسيتوني. نعد له ولا ما عد له؟ لا تعد له. رهيب اكثر. بس الاوزان ترى شويه. شوف البدايه لازم تكون شو الوزن خفيف. النزله كامله. والصعده 3 أرباع. يعني لهني. اي انت قبل شويه لما لعبت صعده كامله. إيه؟ والنزله نص. نزله نص. عوار حاشني وزن ثقيل مو مسخن انا.
انا قاعد احاول حتى انا اسف بعد مره راح يعيدها ان شاء الله. يلا اليوم راح اعطيك انا جائزه اذا خلصت راح اوديك احلى مطعم ستيك عمره 25 ابشرك ان شاء الله حلوه توقع اقولها لك من اليوم عشان الحلقه هذه تاكل مفتوح على كيف اي مكان تبي على حساب الرجل عازمك سوي دايت اهم شيء الكيك راحت السالفه راح الرجيم يعني انا ملعب مع انا ادري ان الوزن الاخير اللي بيحطه نفس وزني طبعا يوصل الى 24ات مثلا او 23ات انا اقدر ترى قاعد احط وزن خفيف لا لا هذه يعني انا لو مكانه صراحه ما تفرق معه تمرين وايد انا وراي دوام وراي لوي وراي برامج اروح البرنامج سلم عليكم وكذي ومنتهي حدي لا باور ولا شيء خليل عبريل بحزه الريول ما يروح دوام ثاني يوم اليوم اربعه وعندنا تمرين طاي بعد وراها لان اشوف وجهه انا الشباب يشوفون اللمعه انا ابي اشوف اللمعه اللي على وجهه هذا يعني هذا كريم جديد يا جماعه كريم التعب الحلقه هذه تنويريه حق المشاهدين فلازم انا منك ما حاكي ترى كلش لازم قاعد غلط قبل شوي لازم يكون قال اسمي غلط قبل شوي لا 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 انا غلطت بالعمر الجوله الاخيره بعدين نقرب النادي ورد نلعب سوبر بعد شويه الضغط والثانيه بعد مره سميني شنو سوبر استاذنا يا جماعه انا ما راح اسوي السوبر هالجهاز صار له 5 سنين موجود بالنادي ما صرت التكنيك الا قبل 3 شهور يعني مش انا بيك تلعبك لعبتك انت صحيح متعود عليها كذي انت ما راح تحضيك كذي راح تحضيك قدام زين اخوي لا والله عكسي انا اوكي زين كذي شوف هذه الطريقه الصحيحه الوزن ثقيل على فكره تلعب اي شوف قاعد يضغط على وين الترايسبس الصح بس لازم تنام معاه شوف اخوي رضا تبي تمارين اضبطك هذا زين شلون الواحد يصير معضل كذي يعني انا قاعد اشوف الباي شيل الماي لا كلش لا كيف كابتن؟ الله يعافيك قواك الله كابتن عبد الله تيبي قواك الله احمد عسكار حي قلبي طبعا انت لك مسمى في يقول لجنه كمال الاجسام العربيه سموني رسام بس ما اعرف لا هذا اللقب مالك مثل ما انت شايفين المحترف رول وينت قاعد يتمرن تمرين صدر ضيج مع كابتن احمد عسكر وكابتن عبد الله تيبي قاعد يتمرن ورا الكاميرا هناك من خشي هناك قاعد يتمرن صدر فهو هم يدرب وهم يتمرن مع بعض لا عشان يصير عندك الحق يصير عندك العضله تكون هدف انا خركز معاه ونسينا الوزن كنت ما طقت احمد عسكر في التمرين ما يرحم حد ملقب ما اعرف ليش ملقبينه ملقب بالكافر هو لكن اذا بتمشون على الكلمه هذه فعلا يعني ان شاء الله ما يكون كافر لكن في التمرين نعم كافر انتم ملاحظين الحجم الفرق اللي بيني وبين كابتن رولي تقريبا نفس الجسم بس طف طف انسى القطه قطيتها هذه ما قلت شيء انا يعني احنا قبل اني نلعب مثلا 3 سنين نفس التمرين ما نغير بس الامانه من يوم ما قمت اقابلكم قمت اعرف ان في اشياء وايد احنا غلط نسويها وتشوف الكاميرا هناك هم كابتن عبد الله تيبي قاعد يتمرن وخذ التمرين. الحين وقت التمرين. تمرين يعني اليوم نتمرن ما نسولف. اي لا تمرين اليوم. زين ايش راح نلعب اليوم؟ راح نلعب صدر وبايسبس. صدر اهم شيء كل يثغن ايش راح نلعب اليوم يعني انا بلعب وياه. ما اتوقع راح اقدر اوصل لا. حق اوزان. إيه؟ زين ابلش ولا انت؟ انا راح اوريك الطريقه الصحيحه. حلو توكل على الله. كل فترة يغير لي تكنيك. تكنيك أنت مصر وينك التركيت مصر على التكنيك. التركيت يقول كلام وعبد الهادي يقول كلام. يعني قاعد سخن. إيه 12 طقة. 12 طقة قاعد سخن بعشرين. إيه. تبيني أنا سخن بعشرين. خفيف. أنا جولة بالنسبة لي. لا هذا شيء يعني وزن مو قوي. نجرب حظنا. تريح جسمك عشان لما ترد بعد فترة الجسم يتطور بشكل. اسرع احسن واسرع لان جسمي يوقف احنا انا اوقف ولا كمل لا تناشط قبل بس خلاص خلصت اوكي انا راح العب نفس الوزن اي خفيف ترى ليش يلا مشكله يلا بحاول جاري بحاول اخليه يعني يتعلم ما اضل كلش نزيد وزن بعد زيد لا عشرات من صدقك بعد اي والله عشرات عنده بالنسبه له ما شاء الله عليه عشرات شيء شويه بالنسبه لي انا عشرات يعني اقوم باش من النوم جسمي كله وارم بس انت اتوقع تركيزك كان على الالماني والروماني لانهما كان الاول والثاني لا انا كنت تلاحظ الماني والروماني الاول والثاني مقدم البطوله اي يقول يعني اعلن عن بطل الابطال عاد هو وصل الثالث ما قدرت اوقف انا
طحت انا كنت إيه طحت مكانك طحت. نفس تمرين الريول اللي ما حطيناه بالكاميرا يوم تطيح اخس انا يعني تليفوني ابوني ما قدرت مره معك تمرين هذا الو تخيل كذي زين عبد الهادي والله ترى وزن ثقيل لا والله عادي على ما هذا بس يجيب لي وزنه خليك سولف مع هذا وانا الاوزان ايش قدرهم ما شاء الله هذا وزنه ويبناه خلي يبنى الوزن نريح ف بس ما قلت لك في مقدم البطوله قام يلعب بالاعصاب فاول ما قال دونر فروم كويت كويت ليديز اند جنتلمان كذي ها فانا هني سانس وهنا سانس هني اول ما قال من الكويت انا اطيح ما تشوف بعض اللاعبين من الانديه الصحيه جاي يمشي كذي مسكين لاحظت شغله هذه انا لاحظت والله يا جماعه ان في وايد مثلا يمشون كذي جسمه حلو في عضلات لكن الظاهر انه في التكنيك اللي يلعب فيه غلط فتلقى العضله تصير كذي شوي نوعا ما لا تطلع برا في ناس يعني من كثر ما يقعد او من كثر ما يمسك الموبايل قاعدته كلها كذي فلما يمشي في شكل طايح لقدام على طار ما اعتقد من التمرين على طار الموبايل شلون تمسك الموبايل؟ انا؟ كذي ها؟ يا جماعة اللي يلعب كمال أجسام واللي يهتم بالبطولات لابد إنه بالإضافة إنه يكون لاعب كمال أجسام يصير شيف في الأكل الغذائي ويعرف كل مكونات الأكل اللي ياكله لأن أي غلطة صغيرة شو تسوي؟ ساعات إنك أنت تطلب من مطعم وجبات إيه فأنت ما تدري شنو مثلا يحط نوع دهن ما يحط فيها دهن يحط فيها بهارات فيها سكر فيها بهارات فيها ساعات سكر أصعب شيء على الواحد لما يكون متأخر على موعد التصوير والناس قاعدة تنظره وحالته حالة ومو قادر يوصل حق النادي نبلش ياسر يعطيك العافية أول شيء يعطيك العافية مهدي الله يعافيك يوم تمرين الريول بعد تعرفون طبعا مذيعنا الكريم دائما متأخر فأنا راح أبلش بداله اليوم على ما يجي لأنه دائما يقول لي انا متاخر فاليوم انا تعبان وياي مبكر ان شاء الله تدري في الفيديو اي ما شاء الله الله يعطيك العافيه اه سبع تاخير جاي مع اوزان هلا 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 مساك الله خير كيف حالك؟ خير ان شاء الله بجرب شلون انا بجرب حظي معاهم بس ممكن تحط 5 كيلو لا عادي ولا عادي انت بطل ما شاء الله من زمان ايوه تنزل حده مش عادي مش على حده لحد اخر شيء لا شوف الحين في مجال ايوه بس لهني لا تصعد لي فوق نص للنص ها انزل حده تحت تصير المستويه بعد ايوه شوف اوكي شنها انمست العضله ايه؟ وشدت معك انا قبل ترى خليني ارد ردهني وكمل ما اعطيتها المجال كله عشان ايه ايوه بس لما يكون شويه وزن عالي الحين وزن هذا شويه خفيف هذا خفيف اي هذا خفيف الله يعينك لأنه هو مهدي واحده بواحده راح يكون خفيف ما شاء الله ما شاء الله زيده شويه خفيف قبل شويه يلا زيد يعني انا عرفت الاوزان البطولات عندنا تمرين شاخذ ما كم واحده ولا اثنتين حط التين تلعب يلا يلا قول يلا عشان كاميرا يلا لا مو عشان الكاميرا عشان ابو علي اذا ما عجب الوزن يعيد التمرين كله يعيده من اول جديد يعيد 5 جولات بس المشكله انه يعني ما يحل اخليها شنو عندك إيه؟ انه يروح يلعب 40 دقيقه دري 40 دقيقة دري يعني ركز عليها هذا يسمونه تجنيد انا الأمانة اني سنين على الحديد ما لعبت تمرين هذا من قبل حيل عاجبني بتعلم عليه هني خدني وياك الشغله هذه ممكن اذا مو لابس حزام ايه واحد مثلي انا مو مسخن صح مثلي انا اول شيء اذا مو لابس حزام ظهره راح يطق راح فيها معروف هذه اذا مو متمكن وحاط وزن زياده راح ينقطع الرجل الخلفي عنده يصير بيته بس ما تبي جغمه؟ لا لا جغمه صغيره خاف ارجع بسم الله عليك يلا يا اخي شلون الدوره الدمويه عندك مهدي؟ 100% طبعا مهدي كله شيء حتى تمرين عاجل لا لا مؤدب وانسان يعني ما يسولف ما شاء الله عليك وايد كوايت ساكت وما يتكلم انا واحد ما احب اسولف تمرين احب لو دشيت تمرين يعني اعطيه صح مو ما يحب عكس اسولف تمرين ما يحب خير خلي يسولف وان شاء الله من الحلقات الجايه نوعدهم ونوعد الجمهور ان نعطيهم افضل من هالتمارين حلقتكم كلها سوبر اي هذه الحلقه لازم عرفت مع واحد قوي وان شاء الله واحد غوي يتحرش فيها يعني واحد يكون متمكن نعم صار له اغلى شيء سنتين ثلاثه يلعب هو تمام السلام عليكم سلام هلا والله يعطيك العافيه الله يعافيك حبيبي الله يسلمك ان شاء الله طول عمرك يعطيك العافيه الله يعافيك كنا اليوم بيضان اليوم بيطان مقانص اليوم كنا اليوم مقانص وجنحه بعد يسمونها اجنحه بعد يسمونها القطر يسمونها اجنحه اجنحه ها
انت اساسا هذا ما راح يمسك الخصر، راح يمسك الفخذ. أيوة. لان اذا دشيت داخل بالجهاز لغايه هالزاويه هذه زين، شيء من الطبيعي ان هذا راح يصير وراك وراي، فراح تنزل. أيه. فما راح تجي على العضله مباشره، فانت شو تسوي؟ ترجع شويه تجيبه للفخذ، واساسا راح تصير بوضع قائم زاويه 90. أيه. علشان تنزل عليك ضبط حق عضله البيطان، اول بدايه العضله. أيه. نظريه ان الواحد يلعب بالشتاء الصيف ما امشي عليها، انا اشوف ان الصيف والشتاء نفس الشيء، يعني نفس طريقه التمارين، ما تفرق بالعضله سواء كانت بارده ولا حاره، دامني قاعد اسخن عدل هو ما عندي مشكله. ماكو مشكله، بس هو الجدول واحد. أيه. بس ساعات يصير في خمول، الجسم ساعات يصير في خمول، هني بلشت تجي مثلا انت تعبان انزين، بالصيف لا، ممكن الجسم حار وحرارة الجو يكون الدم يغلي. ان شاء الله على طول مفور. وانت عارف جونا جونا ما شاء الله، يعني مثل جو سويسرا. صممنا لك الجهاز. إيه. مشعل عشان خصوصا ان انت راعي الشركه مثلا، عرفت. اوكي شوف حبيبي، هذا الجهاز الجالس انزين راح يسحب سحب، عندنا طبعا السحب المستقيم اساس يوصله حق عضله البيطان. باقي واحده، قلل الوزن ترى، خلى الوزن. أيه. خلى 20 بس. لا 20 اوكي كويس كويس، خوش وزن يا بعد قلبي. قدها متروح، قدها وحش، روح تركيز، ولك مني هالمره 8 طقات. لا شوف ما فيها ربع، انا قاعد مو قاعد اريح اللاعب، قاعد اشوف مستواه. انا بساله هو مستوى طاقته قاعد يريحك ولا اليوم؟ بس جزاك الله خير، انا مالي شغل. تمام حلو، يمكن هو تعبان لازم نريح. انت قاعد ترجع الحين. ايه لو تلاحظ وجهه شوف بدا يعرق. اي بس ترى شهيق زفير على فكره. ايه هذا اكيد هو راح يشتغل مع النفس طبعا على اساس تمشي ويا العضله صح. صح كذي راح اشوفه اذا مرتاح راح ازيد عليه الوزن ترى. والله انا ودي ازيد وزن عليه. ايه يلا يلا صارت. لا 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 خله الحين. لا لا بلا بلا بل. هو قال يلا، هو قال يلا عشانك. هو قال يلا ما له شغل، هو بيتحدى، خله يتحدى. مو كان في دعايه حق الشاب الكويتي هده خله يتحدى؟ ترى هده. ايه خله يتحدى. بما ان الشباب متاخرين اليوم، الكابتن خالد المحسناوي والاستاذ مشعل المعرفي، فانا راح اعاقبهم وراح اشرب الباور علشان انطرهم ثلث ساعه، لان الباور يحتاج على الاقل ثلث ساعه، لما تشربه ما تقوم في اي مجهود ولا تسخن ولا اي شيء. ابي شغله منك. نبي نسوي دقه جامد. دقه مقلب. ها مقلب. اي نبي واحنا نتمرن مالف سالفه وهو ما يدري. ونسوي مقلب لان جاهل ما شاء الله عليه. يحتاج المقالب هذه. لازم لازم. ايش رايك؟ لا انا كل يوم اسوي لها برضه. تعجبني. كل يوم. على اليوم تصير في المقالب. قواك الله. حبيبي الله يخليك. خليكم معنا. اروح اشرب ماي لما تبرن خالص. انت تاخرت تمرين ولا شنو كابتن خالد؟ اول جوله. اول جوله سخنا وبدنا اول جوله. الله أيوة. الواحد يحشر ماي عطشان. لا سوان حلو، ملتزم بالتمرين 100%. اي معلومه تعرفونها اكيد عنده حساب بالانستغرام سناب شات، سالوا اي سؤال عن اي مكمل غذائي وعنده راح يقول لك بصراحه انه ما ينفعك، مو بس بيبيع السوالف هذه، ما ينفعك صدق. صحيح. باقي جولتين ترى ان شاء الله. جوله 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 واحده. جوله زيد وزن بعد؟ لا خلي تو بعد جولتين. يلا يا وحش روح. يلا روح يا وحش. شنو هذا؟ شو طعمه؟ رقي. والله طعمه رقي صدق. ما قص علي صدق رقي يا جماعه. بالعافيه ان شاء الله يا رب. انا خاف عاصر رقي بالبيت وجاي يسويها ترى هو يعرف يقص علينا يعرف التركيبه فممكن هو يسويها في البيت. ليش انا قبضتي وسيعه وانت قبضتك ضيقه؟ مو انا ايدي قصيره وانت ايدك طويله. اذا طويله على شنو؟ بالحق ان شاء الله يا رب. لا بالحق بالحق. انا خاطر لان حاشني هم الحماس. ايش معنى كيف قلنا هو شلون؟ هو ايدك قصيره ولا انا ايدي شلون؟ ايدك نفسي يعني انت ماسكه بالضبط. هذا اللي بيوصل له ايده نفسي انا. اي بس ماك شغل كله قصير فتنه ماك شغل فيهم. اي والله الطوال محترمين منه وايد. باكر اقدم برنامج روح يحتاج يدرب معي ادرب انا ابوك تمرين كابتن خالد المحسناوي السبلمنت مال جلال احمد عسكر عرفت وخلاص اصير روح يا ادرب نفسي بنفسي وعند لاعبيني الحركه قوية. لا ما يصير انت انت الحين ليش فتن؟ انت الحين تنصحنا تلو عدل خمس وجبات وش اسمه يسمونه وتاكل وجبتين وانت تلعب حديد وداوم ومجابل الناس وطاقه وارهاق. ترى بس هاليوم ذلني باليوم. بس هاليوم ما راح اقول لك امانه مم. عليك بس اليوم قبل انا اكل عدل قبل ثاني اكل عدل بس طبعا يوم واحد قال لي انا ما اكل بس وجبتي هذا يمكن اللي قال لك اياه بس الله اعلم. في الليل عندي ثنتين انا عندي وجبه وسناك. بالعافيه عليك الله يعافي قلبك. طبعا تعبان حدك ها؟ اكيد ما عليك اللي يبي الريزلت اي بس هالاشياء هذه يعني مش على
الاحماض الاساسيه اللي اشربها انا خلال التمرين هي اللي تعطيك الانديورنس. تحس بتعب انت؟ لا انت ترجم لان انا وايد انجليزي. اوكي فشنو الانديورنس؟ الاستمراريه، قوه التحمل، استمراريه التمرين. إيه؟ يعني الاشياء هذه تشيلك في التمرين. طبعا هذه انا حطها على ثالثه عشان عندي مشكله مثل ما قلت بكتف فما اقدر ارجع وايد. إيه؟ فهني في خلاص في ليميت معين. هني ذكاء الكابتن لما يساعد نقدر نقول المطالب اللي مدرب عنده. اكيد توجيهات الكابتن خالد صراحه هي اللي غيرت. طالب طالب القبضه واسعه كابتن، قبضه واسعه زين. المستوى زين، الكرسي المستوى ممتاز. اوكي حلو اذا انت ما وصلت لهالمرحله هذه ما استفدنا. انت تلعب ما في تركيز، انت ممكن تتعرض لاصابه في اي لحظه. ثبت ان انا والله بالضبط. وانت دائما لازم تهيئ العضلة. إذا من لحقك ليش مستعجل؟ التمرين من وراك لازم مرة انتزيف على سريع. بشوف المسل كونكشن. اي ما شاء الله عليك. لا لا شغال شغال عدل. قلبك تمام تمام تمام. عضلاتك أربعة. اي خمسة. نسم. اي نسم شيخ زفير ساعدك. لا والله عوارق أحوش لاني مساوي لاعب. عندي أنا عاونك اليوم. عندك؟ يا عشرة كاهية. عشرة يا جماعة زيد اللي تبيه. إيه باي مستانس. إيه أتوقع أنت متعمد نختار الباي اليوم. متعمد. تمرين اليوم برعاية المحسناوي. وأخشى أنا ياكل نسحب تحت التمرين. طبعا المصور مسكين مل وهو يدورك يا رب زاويتك. يبي يشوف يبي يشوف وجهي بس. يلا الحين تسخين هذا ولا شنو؟ تسخين تسخنون؟ كم جولة عاد بس؟ جولتين ثلاث تسخين بس يحرك العضلة. إي وبعدين راح نبلش هني أول تمرين. روح واحد لاست لاست ما شاء الله عليك. اوكي اوكي ها ملاحظاتك عن التمرين شنو؟ ملاحظات؟ اي ما عندنا ماك ملاحظات كلش؟ تخاف تقول ملاحظاتك؟ ما عسكر ورا المقابلة صراحة. ورا المقابلة؟ ما يدربك شنو يعني؟ يعصب عليك يعصب عليك تفقد الخبرة أكيد. صدقني قول له قول له خلي طلع الواتساب. تمرين خلفي؟ تمرين ثلاث جولات 15 12 10. هذا كرسي مساج نفسه تقريبا ما ادري يعني. هذا اذكرني بواحد مره حب المساج. وايد لاعبي كم اجسام يحبون المساج اسهل. هو متعمد اكيد. هو كل عباله انا زرق انا ملك تزريق. مو منتبه يلا. اول ما طالع لانهم تحكيمهم لما اشوف لاعب قدامي اذا كان شكله في كيرفات وايد او عضلات زياده على طول احوله على فئه البودي بيلدنج ينشطه بالفيزيك. ما يلعب معنا كفيزيك. فعلي ما قاعد يلعب كسنه كامله يمكن الحين اول جوله بلش يبوق. من تو باق عليك؟ ايه من اول تمرين قاعد يبوق يعني على المثلثات. بس هو يبينا مساج تعبان ان شاء الله. ها؟ على حسابك؟ على حسابك. لذلك تعورتي ما يقدر. طبعا التمرين يا جماعه لازم يكون في ضحك اشاره تركيز. نعم لكن الواحد محتاج انه مو كانه وظيفه ممله، لا يضحك مع اصدقائه مع الكابتن ماله، يكون في شويه لطافه وايضا يكون في شويه جد. ركز على اللطافه وايد حلوه عجبتني هذه خطه تحتها. في حلقه جايه راح ادرب المدرب مال المنتخب. لا 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 مو صدق. لا لازم لا ما له شغل. هذا وعد من رضا واحمد عسكر في حلقه حلقات عصير. راح نطلع بحلقه جديده ان شاء الله. مدربين المنتخب يدربون بعض. راح يصير شلون نلعب التمرين الصحيح بوقت قصير واستفاده 100%. اتوقع الحلقه هذه راح يكون فيها شرار، يعني الحديد راح يطلع نار شيء سوالف راح يحترق النادي لازم يكون طافي. يا جماعه حلقتنا اليوم ما صارت من قبل وما راح تصير الا المره هذه وما راح تصير بعد. حلقه اليوم رضا القبندي راح يدرب سفاح الذهب احمد اشكناني ونقدر نقول مصنع الوحوش احمد عسكر. اليوم بتدربهم اليوم؟ انا بدربهم لان انا ادري ان دشيت وياهم راح ياكلوني. ترى المفروض هو شالنا وسليمان. هو انا سمعت انه هو انحاش. انا انحش انا درنا صدر لان ما شاء الله انا جبت اقوى ناس يلعبون صدر باوزان وبتكنيك احمد عشان الناس تستفيد. ايه فالمحترفين هم يلعبون بالاوزان اللي يحسون فيها الصحيحه. نعم فالمبتدئين ما يحطون الوزن هذا نهائيا. يعني انا ما افكر كذي كله. لا انت مبتدئ ما ان شاء الله عليك. 90 باوند يعني 40 كيلو. 90 باوند يعني 40 كيلو. راهي يا احمد راهي. شوفوا نفس الطريقه ونفس النزله هذه الصحيحه 100%. 90 باوند. 90 باوند انا بحاول. كم كيلو تقريبا؟ 90 باوند قاعد جاري انا قاعد جاري 45 يمكن 40 او 42 كيلو. 40 كيلو. يا صار لي 10 ايام متمرن يا جماعه. انتظر حق التمرين الدكلان ولا 150؟ لا لا ما راح يلعبون لان انا قاعد اشوف يعني صار اوفر شوي على الوزن. كابتن كيف؟ انا ادري فيك راح نسوي حق السناب بس حصور يلا حصور حق السناب 50 كيلو يلعبها
اكيد الكابتن راح نلعب مع بس احمد الشكراني يلعب 150 وبس سريع سريع 50 12 احمد ها 12 طقه 12 روح يا كابتن في كاميرا كبار ما شاء الله يعني احنا اخترنا اليوم تمرين الصدر مع الشكراني وعسكر لانهم ما شاء الله اقوياء صدق بالصدر 12 اي 12 يعطيكم العافية يا شباب اشكراني ما شاء الله عليكم عندك تمرين مع السادس ولا اليوم اختيارنا خلصنا تسخين خلصنا هذا تسخين خلصنا تسخين يا رجال بجرب 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 فوتوشوب فوتوشوب ما شاء الله اثنين اربع خمس ست هذه الجينات عشان تعرفون السياف في الخير اخي كابتن قواك الله تمثيلك قبل شوي سمع طارق قواك الله اليوم ايش عندنا مع الوحوش الموجودين عندنا تمرين بيطان باك بس في مشكله عند عبد الهادي الخيار شنو هي دائما يقول انا اهتم بالتكنيك ما اهتم بالاوزان التكس النظريه هذه وين اليوم بتشوف عليها اوزان بتشوف اليوم راح فيها خيار ايش رايك بنظريه الخيار والله تكنيك واوزان شلون تكنيك ولا وزن لا تكنيك ووزن طبعا انتم تشوفون اوزانهم وعضلاتهم وامورهم تتوقعون انه والله الموضوع سهل لا نهائيا ما هو سهل تمرين اشراف من كابتن محترف جدول غذائي قاسي 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 الكاكاو تاكلون انتم من الجمعيه مستانس عليه حرمان تام منه وين وين بالسنه مره ولا مرتين بالسنه والله انا الحين صار لي في شهرين مخمور شو المشكله مع كابتن يعني ماني عارف ليش انت ما قدرت تمسكه هل في مشكله عضليه ولا مو متعود الوزن سهل لازم تعتمد على ربطه انا مو قادر اربطه ربطه تمسكها نفس الوقت ايوه عكس فدا احس ان الربطه تبلت اي قاعد تفل او ضاي شويه إيه. شعورك بالمناسبه ان زدنا 10 كيلوات مش عارف جرب الوزن اجرب الوزن شنو يعني يلا جرب عليك ترى مو مسخن يلا واليومين ملاعب يومين سو جود ها جود اخ واحد بس خلاص حد شعورك كابتن عبد الهادي شعوري ان اخر يوم تمرين صار لي ساعه اعلق عرفت نظام معلقين لما يصير باور ولا بلنتي ولا الجولد متعود انا الحين بشوت بلنتي يعني بشوت بلنتي والله اقول انت الجولد اليوم هناك اللي قاعد يشوت الجولد شوف علي والله انت وعبد لا انا ما لي شغل انا الحكم عرفت والله قاعد تشوت علي والله هني اللي قاعد اشوت انا الحكم لا تعال تعال شوفوا يا جماعه شوفوا طاح دام منه طاح ان شاء الله بياخذ مستر اولمبي اذا طاح المدرب يقول راح المدرب ما قاعد يقدر قاعد يدرب هناك لا 10 دقائق راح زين نقول لهم فاصل فاصل ونواصل ونواصل تمرين جماعه حد متاخر على الرابع واليوم ضيفي يعني تشوفونه بعد شوي الكابتن محمد داوود فنان معروف من ايام سوبر ستار سؤال من الاخر لا من الاخر اليوم تبي اليوم ابي بس كابتن محمد شعورك بالمناسبه وانت مره انت من فاي ومع الكابتن فايز وتصوير واعترف على الهواء مباشره مو مباشره التسجيل يمكن كابتن شكله شويه لنا كان ايام برد شعورك هو اشكره يقول ابيك تحدي يعني وداش بالتحدي شنو خمسه شويه 10 هذه هذا تيست تيست اي تيست دايم لازم نسوي تيست بالموضوع ليش منه تسخين حق العضله بالبدايه اي سخن هناك لعب جوله كامله ما يخالف التمرين كامل لا ما يخالف بس هذا الحين فادش خلينا نقول دش بزاويه ثانيه حق البرايسز ترى يحب يخاف عليك مبين فراح العب هنا 7 جولات الله يعينك 7 جولات لا مو صدق بلشت انت عضله صغيره يعني اول شيء ما اسوي ليش طقه حتى 12 15 مش هعملها لو طفت 12 طوف هذا الجهاز اللي كله اشوفه ما تلعب ولا عارف شلون العبه لا ده جهاز ممتاز العب حديد من 93 ايه شفت من الانديه قبل ايام السراديب الصغيره تذكرها ايه بس اشوف الجهاز بعض الانديه ما اعرف له في لاعب يكون داخل مع صديقه مثلا في مع النادي فتلاقيه يتكلم اكثر ما يتمرن وفي لاعب مع صديقه الصغير ايوه التليفون قاعد على الجهاز زين يا عمي خلص بتمرن وراك انا فهو مده الراحه لازم ناخذ بالنا منها اللي هي من 30 ثانيه ل 45 انا سمعت التمرين هذا كابتن من جابر بعد انه حق الكره اللي يلعب كره اللي يلعب امامي وايد اللي يشوت الكره اكيد الكره تقول ارحمني بس شيء واحده خلاص يلا يا جماعه مع السلامه